الله الذي بهذا المجلس المبارك في أمن وأمان وصحة وعافية وسلام. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجازيكم جميعا على هذا الاحتفاء والاستقبال، وعلى وفي مقدماتكم أخونا الشيخ تمام الزروق جزاه الله خيرا، والإخوة الذين نظموا وسطروا لهذا اللقاء. أسأل الله أن يكتب لي ولهم الأجر في كل كلمة تصل قلوبكم وتنور صدوركم. إخواني الكرام، اليوم كلامنا على موضوع هو أهم الموضوعات أو يمس أهم الشرائح والطبقات في مجتمعنا، وهي طبقة الشباب. وقبل أن نتكلم على الشباب، راني نقول واحد الكلمة مهمة جدا، وهي أن الكلام الذي كما يقوله جميع الدعاة ويوجه إليه جميع الخطباء والعلماء هو الكلام على الشباب. نتكلم على الشباب 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 الشباب. هنا نقدر نوضح نقطتين. النقطة الأولى، لماذا نقول الشباب؟ هل نريد بذلك فئة معينة من سن إلى سن، أم أننا نريد مثلا مرحلة؟ وقد يكون كما يقول الكهل شابا والشيخ شابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الشيخ شابا أو شيخا حتى إلا في اثنتين. فهو شاب، شاب في اثنتين، في حب المال وحب البقاء والحياة. فنحن اليوم نتكلم على شباب، أي بمعنى كل من كان مصدر قوة في الأمة الإسلامية. مصدر الأمة، مصدرها، قوتها، مصدر بقائها، مصدر نهضتها، هم شباب الأمة. ولو كان هذا الشاب يبلغ من العمر 60 و70 سنة، وسنعطي نماذج من ذلك حتى نبين أننا لا نريد سنا معينا، وإنما نستطيع أن نوجه هذا الكلام حتى للإنسان الذي هو من بين أيدينا أو يسمعنا، وهو قد ابيض شعره وكما انحنى ظهره وسقط حاجبه وانكمش يده. نقدر نتكلم عن إنسان اللي ربما ما زال شابا في طيشه، كذلك شابا في تفكيره، وهو يبلغ من السن 60 و70 سنة. هذه الكلمات سنوجهها للإنسان مثل هذا. الشيخ الذي ما زال يجلس على موائد اللهو واللعب، ويجلس في مجالس الغيبة والنميمة، الشيخ الذي يترك بيت الله تبارك وتعالى ويجلس على الطرقات ولا ينتبه إلى العمر الذي يسري به، هذا الشاب مثل الشباب الغافل، يجب علينا أن ننبهه. وكذلك هناك من الشيوخ منهم شباب بطاعتهم. الشيوخ الذين بلغوا 70 و65 و80 سنة و85 سنة، وهم ولله الحمد منا ممتعون بالصحة والعافية، يأتون إلى بيوت الله ويجلسون في الصفوف الأولى، ولا تجده يلبي الأذان الثاني في الفجر، بل يأتي قبل الأذان الأول ويأتي قبل الأذان الثاني، ويجلس في الصفوف الأولى في صلوات الظهر العصر المغرب العشاء والفجر. هذا الشيخ الذي يبكر الجمعة، وهذا الشيخ الذي ما زال يصوم النافلة، وهذا الشيخ الذي ما زال يبكي لله ويذكر الله، هذا في نظري أنه هو الشاب. والعاجز الذي تتفتق العضلات من الرياضات وأنظمة الأغذية وقوة السن والشباب، الشباب اللي في عمرهم 20 و30 سنة ولكن لا يلبي كلمة الصلاة خير من النوم، في ظني أنا هذاك هو الشيخ المعوق، هذاك هو الشيخ المعوق الذي لا يلبي نداء الله تبارك وتعالى. فإذا الأمر عنده اعتبارات، الأمر عنده كلام يخاطب به ناس، حتى لا نقول بعد ذلك لماذا الكلام على الشباب وأين محل الشيوخ؟ لماذا لا نتكلم على الشيوخ؟ الشيخ الكبير في عمره 60 و70 سنة راه ماشي يقابل الله تبارك وتعالى، راه ماشي يقابل ربي عز وجل، لماذا لا نتكلم معه ونفهموه في أمور مهمة جدا؟ نعم، نحن نتكلم مع الشيخ الكبير في السن ونوجهه إلى ما يصلح حاله ومستقبله مع الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الشيخ لا يعدو أن ينفع نفسه، فلذلك كلامنا معه يكون ولكن ليس بالتدقيق والتركيز الذي يكون في الشباب. الشباب هم النهضة أمة الإسلام، الشباب هم المركز، مركز الثقل بتاع الأمة، جعلهم الله في مرحلة قوة كما سيأتينا. والأمر الثاني، النقطة الثانية التي هي نقطة تمهيدية في هذا الكلمة هذه، هي
هل نقصد بالشباب الذكور فقط أم الإناث معها؟ نعم، الكلام وجه للشباب والشابات، الكلام وجه لذكورنا ولإناثنا. ولذلك نحن والله الذي لا إله غيره، ولكن خطب الشباب لا أظن أنهم أن الأولى بذلك هم الشابات، لأن مصدر الفساد ومصدر الإصلاح هم النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ومات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ليس بمعنى أن المرأة شيطان، حاشا ولله، المرأة هي من أخرجت لنا، هي التي سندت لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كخديجة وغيرها. المرأة هي التي أرضعت لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة هي التي عضدت الأنبياء، عضدت موسى والأنبياء الآخرين، والمرأة هي التي ضربت لنا مثلا في الصمود وفي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، كآسيا امرأة فرعون وهي تعيش تحت أظلم إنسان في الدنيا، ولكنها تستقيم على طاعة الله وتقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. المرأة هي التي ضرب الله عز وجل بها مثلا وهي لا تجد زوجا وهي في 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 موطن فتنة، ولكن أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل في هذه المرأة ويبين لنا التاريخ أن المرأة هي التي صنعت لنا الإمام أحمد وسفيان الثوري، وصنعت لنا كثيرا من الرجال الذين تفتخر بهم أمة الإسلام. يعني هذه المرأة هي التي نركز عليها كثيرا. والمرأة أخف عقلا وهي في سن المراهقة كما يسمونه، أو سن الفتوة أو سن الشباب. هذه المرأة هي التي ربما تمشي بعاطفتها أكثر من عقلها، فتساق إلى الفتنة والفاحشة والفساد، والآن تساق المرأة والبنت إلى المخدرات. هذه البنات وهؤلاء الشباب، هؤلاء هم المعنيون بصفة الأولى بأولوية في الكلمة التي سنقولها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن إحنا كنخاطبوا كما خاطب الله عز وجل، يقول الرب سبحانه وتعالى لما يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كذلك المرأة التي تحب أن تتطهر، المرأة التي تتطهر محمودة كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لخصها لنا من لخص كما يقولوا، قال لنا النساء شقائق الرجال. ثم قال لنا كيكون خاطبكم ربي سبحانه وتعالى بحاجة، ما كنا تقولوا ونسى دير في بالك بل كيقول له ربي عز وجل يخاطب الرجال، ما أنت راه يخاطب النساء كذلك. ولذلك من 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 لطائف اللغة أنه لم يأتي التكرار أو العطف نتاع المؤمنات على المؤمنين أو النساء على الرجال في المخاطبات. لماذا؟ لأن المرأة تبع الرجل، والأمر الثاني لأن من شأن المرأة أن تستر، فسترها لغة لتستر حقيقة. استرها ربي عز وجل لما يقول يا أيها الرجال من آمن منكم بالله ورسوله، يا معشر من آمن، على ما يقول ما يقولش ومن آمنت، قال يا معشر من آمن بالله ورسوله، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتاب ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين، على ما قالش وآمنت، على ما قالش النساء. المرأة تاني مخاطبة باش ما تغتابش. لماذا قال غير الرجال فقط؟ الخطاب عموم اللغة العربية هكذا تقتضي، لإذا كان رجال ونساء فإننا نخاطب كأنه جمع المذكر السالم، فهنا يعني الذكور، ولكن تدخل النساء في الخطاب. ولذلك خطابنا اليوم إن شاء الله سيكون كلمة حول الرجال الشباب وكذلك النساء الشباب والفتيات الشباب، وكلامنا اليوم موجه للشباب ولغير الشباب. الكلمة هذه سنمس بها إن شاء الله في كلمات، لأن ما نقدروش نديروا عناصر ونتكلموا فيها لضيق الوقت ما بين المغرب والعشاء، ولكن هي كلمات حتى تبقى في الذهن أولا. وهذا هو شأن الخطاب تاع الشباب، أنه يكون كلمات مقتطفات حتى يأخذها الشباب الذي تعلم السرعة، ولا يبتغي ولا يريد الشباب أن يأخذ كلمة طويلة مملة يحفظ شيئا منها ويمل من أكثرها. الشباب يريد لب الموضوع. ولذلك نحن اليوم في زمن في شباب يقول لك هات من الخلف، في شباب لا يصبر عليك أن تتكلم وتفصل، في شباب يريد منك هذه الكلمة بالذات، يقول لك هات من الخلف، يدخل يشوف فيديو فيه دقيقة وما يدخلش يشوف فيديو فيه 10 دقائق، ولو كان هذاك اللي فيه 10 دقائق فيه فايدة أكثر من تحقيقها. هكذا تربينا، مشغولون بلا شغل، مشغولين سمع بنا حتى شغل، مزروبين سمع بنا حاجة تستنى فينا.
هكذا تربينا احنا اليوم. ولذلك احنا سنخاطب شبابنا بنفس الاسلوب وبنفس الطبع الذي تربى عليه في هذا الزمن حتى نرده الى الدين باذن ربنا سبحانه وتعالى. اذن الان لو نقرر كلمه مهمه جدا، ننطلق من آية حتى تكون المجلس تاعنا هذا مبارك ان شاء الله، وحتى يكون منطلقنا هو القران الكريم. الان نكرشف واحد الكلمه قالها ربي سبحانه وتعالى في سوره الروم. قال ربي سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وماذا؟ قوة. ثم جعل من بعد قوة ماذا؟ ضعفا وشيبا. يعني احنا ربي سبحانه وتعالى قسم لنا الحياة إلى ثلاثة مراحل، هذه نسموها الحياة المستمرة بكمال لا يفوقه كمال من حيث العيش. يعني الحياة انت الإنسان العادي الذي عاش الأعمار التي كتبها الله له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا اليوم نعيش العمر الذي يكتبه لنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمم التي كانت قبلنا تعيش أضعاف من أعمارها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت لنا الله تبارك وتعالى، قال: أنتم أقصر أمتي أو أقصر الأمم أعمارا وأطولها بركة. نحن حياتنا كما بين العصر والمغرب بالنسبة للأمة كاملة، حياتنا قليلة جدا. حياتنا قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا لم يبقى من الدنيا قبل 15 قرن. يعني الأمر خطير جدا. قبل 15 قرن محمد صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال: لم يبقى من الدنيا إلا كسبابة في إناء يتصببها أحدكم تصببا. سبابة عباكوش من معناتها؟ شفت هذيك القطرة اللي تبقى في الكاس، ماشي كي ديرها هكذا تهبط، هذيك اللي تبدا تقطر فيها انت. يعني القطرة الأخرى اللي ما كاش موراها قطرة، القطرة الأخرى كاملة، هذيك القطرة اللي تبقى في الكاس وانت تقطر فيها. تعرف ان القطرة هذه لو كان نديروها نسبة مئوية بالنسبة للكأس فإنها تكون بالنسبة للكأس قيمة تقريبا مهملة، ما نقولكش مهملة، تقريبا مهملة. يعني كي تقول انت 0.1 0.5% 0 او 1% او 2%، يعني قيمة صغيرة صغيرة صغيرة، يعني لا يعتبرها الإنسان بعقله، ما يقدرش يعتبرها. ولهذا الآن كل واحد فينا يشوف مليح باللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا باللي الدنيا قبل 15 القرن القطرة هذيك اللي قعدت في الكاس كلينا منها احنا 15 قرن. تخيل الدنيا كم ما باقي لها في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعيش مجملا، تعيش هكذا من بين الأمم كاملة. احنا كالشعر السوداء في الثور الأبيض بالنسبة للأمم. احنا بالنسبة للأمم النسبة تاعنا قليلة جدا، كيما تحكم شعرة واحدة بالنسبة للثور، ثور الشعر تاعو كامل نحي شعرة واحدة، هكذا عدد أنفاس أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسمات. وأما بالنسبة لحياتنا كالعصر إلى المغرب هكذا تعيش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كي دار هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، هذيك الشوية هذيك هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام والدنيا بدات هنا، وهذيك الشوية اللي قعدت ما بين هذا الصبع وهذا الصبع هذيك واش قعدنا حنا منذ أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل 15 قرن. احسب هذه الشوية نتاع الصبع اللي قعدت كملت 15 قرب كاين احنا ما نعرفش شحال قعدنا في هذيك الشوية هذيك، ما زلنا نتقاسموا في القطرة داخل 15 قرن قطرة قد في الكأس. وأعمار أمتي الآن انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الزمن أو العمر الفردي، شحال كل واحد شحال يعيش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأعمار قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوزهن، قليل اللي فوق 70 سنة، يعني الناس معدودين. حتى يولي الإنسان عاش 90 سنة يقول كان فلان والله غير عاش 90 سنة، 90 سنة بالنسبة لأمم سبقت بالنسبة لهم هي عبارة عن أقل من نصف العمر نتاعها، أقل من نصف. أمم كانت تعمر 200 و300 سنة ويعيشون، ولكن احنا اليوم ربي كتب علينا أننا نعيش هذه الأعمار، هذا اللي عاش. ولمت 30 سنة و20 سنة و40 سنة، هذاك لا يفتأ يصل إلى تلك المرحلة التي قال عنها الله عز وجل بعد ذلك، وهي جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نحيل مرحلة، عاش غير هذيك المرحلة الأولى ضعف وقوة. شوفوا احنا الآن يجب علينا قبل ما نتكلموا عن الموضوع هذا تاع الشباب
أننا ندرك حقيقة هذا السياق القرآني. والله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الكلام في القرآن الكريم كل كلمة في مكانها. شوفوا الآن، الله الذي خلقكم من ضعف، هذا الضعف بدايته ماذا؟ الجهل. إحنا خرجنا من بطون أمهاتنا ما نعرفوا باللي النار هذه تحرق، ولا هذيك الحاجة هذيك تجرح، وكان يعطونا الزجاج في أيدينا نلعبوا به، وكان يعطونا الولد الصغير قد يأكل غائطها ما يعرف مسكين، ربي خرجوا من بطن أمه ما يعرف شيء، لا يدرك، تعطي له دراهم ممكن يقطعها، يدير أشياء في البيت. إحنا نقولوا دوك الأولاد يديروا الديكات، ديكات، علاه؟ ما يعرفش، ما يعرف يقدر يروح للنار يمسها بيده يتحرك، يحكم السكين يلعب به يجرح روحه عادي، يقدر يمشي تخليه وحده نتاع على شفا شفا شرفتين يرمي روحه عادي من تحت، ما يعرف أنه لو كان يسقط يطيح يموت، ما يعرفش. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قال الله لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بعد ذلك خرج الإنسان وبدا يتعلم باللي فمه راه جاي هنا، وكي يأكل من فمه ما يأكلش من وديه، ويتعلم الإنسان بعد ذلك كيف يؤخذ من يده فيقوم على رجليه ويمشي بالعقل، وندتشوه غير بالعقل حتى يبدأ الشاب هذا أو الولد الصغير هذا، ونعطيه ونغطيه وننقيه ونوكله ونشربه، بعد ذلك يلحق 14-15 سنة يبدأ من هنا، يبدأ يتغير صوته، يبدأ يشوف نبرة الصوت تتغير، فإذا بدأت نبرة الصوت تتغير يخبط يده يقول لهم أنا هنا، يريد أن يقول للناس أنا هنا موجود، يبدأ صوته هو الذي يتجلى في البيت، تسمعوا به هو يتكلم في البيت، وفي الشارع تسمعوا به هو الذي يتكلم، وهو الذي أبرز الناس تكلما وين؟ في الحافلات والمحافل والمجامع العامة. وإذا سمعت الضوضاء والكلام وسمعت الجماهير تصرخ فاعلم أنهم شباب، شباب هم الذين يريدون أن يظهروا بأنهم موجودين أو بأنهم موجودون حتى ولو بالسوء. هنا يبدأ الخطأ، أن يثبت الشاب أنه موجود، هنا تبدأ مرحلة القوة. من جت قوة الشباب؟ من أتت؟ من جت القوة يا أيها الشاب؟ يلي كنت الآن كانوا ناس ينقيونك، وكانوا ناس يوكلوك، وكانوا ناس يدتشوك، وكانوا ناس يعقلوك ويقول لك هذه لا، ويقول لك هذه مسخة، ما تمسش هذه تفجحك، ما تمسش هذه تحرقك، وبالك تدي هذه، وبالك تدفق هذه، هكذا كانوا الناس. بعد ذلك جيت أنت وكبرت ولله الحمد منا، وبلغت أشدك وأتم الله عز وجل عليك النعمة، البصر 10/10، والأيدي تتحرك والأصابع تتحرك، والعضلات مفتولة وكاملة، ولا وجع ولا ألم ظهر ولا نقصان في البصر ولا صداع في الرأس، ولا عنده رقبة توجع، ولا أيديه ولا مفاصله ولا ركبته ولا أي شيء، قوة في كل شيء، كل شيء 10/10، ولله الحمد لله، نسأل الله يديم علينا وعليكم العافية. كل شيء 10/10، يسير كما يشاء، يجري كما يشاء، يرفع صوته كما يشاء، من بعيد يقرأ اللافتات، هذه كلها تدل على قوة الشباب. سرعة تفكير، نشاط عجيب جدا، يريد أن يفعل كل شيء، له قوة عجيبة جدا تريد أن تنفجر من داخله، قوة في الهمة، قوة في الآمال، في التمني. الشاب إذا وجد إنسان يبدأ في الصعود وهو فتى صغير يبدأ في الصعود، وتمشي عنده وتقول له ماذا تريد، سيعطيك قائمة طويلة. هذا هو الشباب ماذا؟ أمل. هذا هو الشباب أمل. إذا الحق الشاب وتزوج ودار أولاد وخطط الدنيا بكف منا وكف منا، وبدا يطلع بشويه بشويه وكذا، وبدات الاضراس تسقط والالام، وبدا يجرب الاوجاع الحسيه والمعنويه، وبدا واحد يكذب عليه، واحد يفتري عليه، واحد يقذفه، واحد يتهمه، واحد يسرقه، واحد يعمله، واحد يرهنه كما نقولوا احنا، وبعد ذلك ياتيك الشاب هذاك ويبدا في العد التنازلي، وتعود تولي ليه انت وتقول له ما هي امالك؟ يقول لك الآن تغيرت القضية، الآن تغيرت القائمة، يقول لك جيب هذيك القائمة اللي أعطيتها لك قبل 20 سنة، أعطيني تشوف، يقطعها، يقول لك الآن عندي آلام، أروح أحكي لك آلامي ماشي آمالي، يقول لك اليوم عندي الآمال. أنا شوف أنا نحب نفهم على الشباب شوية هكذا،
احيانا نحب ندخل الفيسبوك هكذا ونشوف نشوف ذكورا واناثا ونحاول نقدر المنشورات خاصه المنشورات المعبره كما نقولوا احنا لي فلان لي ستوري هذوما معبره هذه تحكي عن شيء يريد الانسان ان يوصله هذوما كما يقولوا احنا البروفايل الخلفيه تاع الانسان هذوما كلها تحمل امور اشياء تدل على مشاعر موجوده في نفس الانسان سواء كان من الفتيه او الفتيات كان شابا او شابه او كان كبيرا في السن يعني في مرحله النزول كما يقولون 40 و45 وربما يهبط الانسان هذوما كي تشوفهم في الكلام تاعهم كي يبدا الانسان يبدا يطلع يبدا يصور لك اشياء يتمناها تلقاها 18 سنه 16 سنه يصور لك سيارة فيها 5 ملايين أمنيته سيارة جميلة جدا وربما فتاة تجي تصور لك مكان جميل من أجمل الأمكنة الموجودة في العالم السياحي مكان سياحي جميل جدا هي تتمنى أن تذهب إليه طموح كما يقول إحنا وأمل في أنها تحقق شيئا ما أو أنها تتكلم عن ماذا؟ عن زوج رأي تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا أو أنها تنصر صورة وتقول لك ما أحلى أن يكون الحياة مع زوج مثل هذا أو حياة أن تكون سعيدة وهي تبين أنها تتمنى أن تكون في يوم من الأيام زوجة وتتمنى أن تكون أما في يوم من الأيام رأي طالعة ما زالت تتأمل مسكينة ونسأل الله يحقق الآمال لإخواننا وأخواتنا إن شاء الله كذلك الشاب هذاك لما تجيه يقول لك أنا أريد أن أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا تلقاهم هذو مكامل ترجموا وين ترجموا في الصفحات نتاعهم في الفيسبوك في الانستغرام في اي شيء يمد الصوره تاعو بهذيك الطريقه كي يكبر يبدا الانسان ومر على الحياه ربما تزوجت وطلقت ربما توفي عنها زوجها او كبرت وما تزوجتش او الشاب هذاك ربما دخل الخدمه عاودوا خرجوه او الشاب هذاك راه وقعت له مشاكل دخل السجن عاود خرج مشى في طريق مش مليحه حاوزوا بابه من الدار صراو له مشاكل بدات الحياه دخلوا في كما يقولوا حنايا في تشابك الحياه دخلوا في لونغروناج تاع الحياه وخرجوا من اقدار الله عز وجل وخرجوا من مدرسه الحياه هنا حقيقه الحياه هنا ظهرت حقيقه الحياه هنا ذهبت الامال التي كانت كلها زينه ووجد الانسان كما رسمه الواقع او الاقدار كيما رسمك الله كنت ابا وعندك مشاكل كنت ام وعندك مشاكل او كنت سعيده او كنت سعيدا بحسب الاحوال واش قدر لك مولانا سبحانه وتعالى يولي الانسان فهذيك اللحظه يقول لك يا هنا سبحان الله واحد فينا ما خرج كما كان يتمنى واحد فينا ما كان يتمنى كي كان صغير نخرج ونخرج 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 الان بعد كي دخل في الحياه تلقى روحه حاب يخرج منها سلامات برك ولا خلاص يقول لك خلينا نخرج سلامات ما نخرجش طبيب لا 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 ما نخرجش ما كنا نخرج بيلوت نسوق طياره ما كنا نخرج هذيك لا لا ما كنا تعطيني الزوج هذاك ما شاء الله اللي كنت رسماته لا اعطيني برك الزوج يكون ناس ملاح يدخل يقول لي السلام عليكم ما يجيش كلمه معليش المهم ما يضربنيش ما يسبنيش ما يكتبنيش ما يشوهليش سمعتي هكذا ولينا هات برك سلامات ولينا نحوسوا عليها سلامات وبعدين تغيروا لي فلان وتغيروا لي ستوري تغيروا اشياء كثيره البنت هذيك اللي كانت حاطه صوره كانت حابه تروح لها تحوس مع زوجها وتعيش ايام مليحه ولا تحطها صوره نفس الصوره تقول لك انا حاب نروح نرتاح شويه في هذيك المكان راحه فقط وهروبا من الواقع الانسان اللي كان يحط سياره جميله ويقول انا كنت نتمنى كي نكبر نشري وحده كيما هذه 4 ملاير و5 ملاير ونجري بها ونعمل بها ونولي شباب ونولي كذا هذاك الانسان الشاب الصغير هذاك ولا يقول لك سلامات برك تلقاه يجري برا هذا الصاشي يقول لك بطاطا شحال راهي 10000 غاليه كان يحوس مسكين في حاجات كبار ولا تغيرت الاحوال تغيرت اذا من هذه الكلمه من هذه الكلمه الذي يرسم لنا حياتنا هو الواقع الذي فرضه الله علينا الحياه الحقيقيه هي الحياه الواقعيه الحياه الحقيقيه هي القدر تعايش مع القدر ليس احلام الحياه مش احلام والامال التي تكلمت عليها انا الان وقلت لك بلي تتغير بحسب السن وان الذين يكونون في مرحله الصعود عندهم امال الا امال واللي هابطين عندهم الام هذوما يعني تبرز فيهم الالام هذوما هي الواقع والحياه الحقيقيه اللي نعيشها نسالكم سؤال ربي قال ضعفا خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه هي مرحله شباب
قوته من شهوته من ذكائه، فرط الذكاء، قوة نشاط عجيب جدا. وبعد ذلك جعل من بعد قوة المال ضعفا ومعه شيبة ثانية. هذيك شيبة هذيك هي المهمة كامل في كلامها. هذيك شيبة بارك الله فيك الله يجزيك خير، شوف الشباب ها الله يبارك ما شاء الله ربي يحفظه. الآن شوف هذيك الشيبة، هذيك كلمة شيبة هذيك للتنبيه، هذيك للتنبيه وللقرع حتى يتحرك نفس الإنسان إلى الواقع باللي أنت هذاك الضعف الثاني، الضعف الثاني هذاك ذكر ربي زوج مرات الضعف ولا لا؟ خلقكم من ضعف والأخرى جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. الضعف الثاني، الضعف الثاني ليس كالضعف الأول، هذا هو التنبيه. الضعف الثاني الأول هو ضعف استقبال، فرحانين فارح إنسان بوليده، الولد صغير جاي هذاك طفل صغير إلا الضحك والابتسام، ولا يملك ولا يحمل هما البتة، ما عنده حتى هم، طفل صغير يوجع فرحان، كل حجرة تنمو، كل شيء ينمو فيه، كل حاجة تنمو، المفاصل تنمو والعظام تنمو والعقل ينمو، كل حجرة هي جاية دوك يكبر بالعقل أو جاي أو يكبر أو ولا كذا أو يحلى ما شاء الله. هذه القوة، قوة اللي راهو جاي ليها. هذا الضعف الأول ضعيف مستبشر به مفارحين به، وبعد ذلك قوة وبعد تجي ماذا؟ ضعف وشيبة. الآن الضعف الثاني هو ضعف إنذار، وأنذره الشيب، ضعف إنذار يعني بمعنى يلقى يبدأ يشوف إنسان الشيب بينه فيه، يبدأ يقول لك بدأت أدخل في مرحلة ثالثة، راني رايح لحاجة أخرى، وبلغ الشيب مني مبلغا، وبلغ الهرم مني مبلغا، راني خلاص رايح لطريقة أخرى. إذا كلمة شيبة ضعفا وشيبة، الضعف الثاني هو ضعف لا قوة بعده في الدنيا، ما عندوش قوة أخرى، كاين قوة واحدة ربي يجعلها فاصلة يوم القيامة بها، لما ندخل أنا وأنت إن شاء الله وكل إخواننا المسلمين نسأل الله يجعلنا وإياكم أهل الجنة، يرجعنا ربي شبابا 33 سنة في قوة عظيمة لا تفنى ولا تبلى ولا تهرم أبدا، تبقى حياتك كلها التي لا نهاية لها في الجنة 33 سنة قوة شباب، وهذه لا تزيد ولو بيوم واحد، تبقى 33 سنة في أوج قوتك. هذه القوة الرابعة أو القوة الثانية في المرحلة التي جعلها الله عز وجل لنا بعد ذلك، لما بعدها حتى شيء. إذا شوف كل شاب سيهرم، كل شاب سيهرم إلى ما مات، إلى ما مات وهو في شبابه. إذا نحن الآن هذه القوة إخواني الكرام هي الشباب. الآن لما نقول مثال شاب، شاب أمل وألم، الشباب هم أمل الأمة وفي أنفسهم أمل، هم الشباب وهم ألم. إحنا لو كان نقول الشباب واحد الكلمة مهمة جدا، الشباب أنتم أملنا وألمنا، أنتم أملنا إذا كنتم حقيقة آمل وحققتم الأمل، وأنتم ألمنا إذا حقيقة هربت عن الأمل، يعني كنت ألما للأمة. شبابنا اليوم ألم للأمة ولا مش ألم؟ ألم، وهو يعاني من آلام كذلك، شبابنا يعاني من آلام، لا يوجد شاب إلا وتضجر من الحياة سواء من نفسه أو من غيره، والآمال قليلة وبعضهم يكاد يقطع الآمال، والواقع اللي رانا فيه تاع المخدرات هو لسان حال شبابنا الذين راهم يقولون رانا حابين نهربوا من هذا الواقع، الواقع ماشي البلاد، الواقع تاع الحياة كاملة، حابين نهربوا من الواقع تاعنا، هذا هروب، حابين نهربوا من الواقع تاعنا إما حسا بالقطعة في البحر وإما معنويا بخروج عقولنا من أجسادنا. نحب كاش يقول كنا مدبية نعود مانيش مبروشي مع حتى إنسان، يهرب من الواقع، ماهوش حاب يشوف بلي هذا الإنسان واش خدام، ماهوش حاب يشوف روحه بلي خرج من المسيد ولعب بروحه، وماهوش حاب يشوف روحه بلي راه يكبر في السن وما عنده حتى شهادة في التكوين ولا شهادة في التعليم وما عنده حتى أموال والمستقبل أمامه راه ينبئ بشر،
بالنسبة له، ما زال الشيطان يعده بشر. هذا بالنسبة له. لماذا؟ لأن الشاب بتاعنا راه بنى حياته كلها والواقع بتاعه والمستقبل بتاعه عبارة عن معلومات مادية خالية من المبشرات الإلهية. ربي قالك أبشر بالخير، ربي قالك. الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. المرحلة الأولى مرحلة شيطانية مادية محلة، سمعها في الأخبار فقط عن الشر، بل هذاك راح يتغلق وهذيك راح تزيد وهذيك الشركة راح تخرج خدامين، وراح ندخلوا في مرحلة التقشف، وراح يسروا كذا ويسروا كذا ويسروا كذا. في الشاب كل الأمور راح تزيد تغلق في وجوه. هذه مرحلة مادية دائما موجودة، دائما موجودة، هذه ما تروحش، غير انسى ما تروحش. هذه كاين مرحلة إيمانية، بشرى إيمانية، اقتصاد مبني على أخبار إيمانية، والله يعيدكم مغفرة منه وفضل. أمورنا بيد ربنا سبحانه وتعالى، ومستقبلنا كتبهن الله، اللي هو أرحم بك من أمك وأبيك. ربي أرحم بك من أمك وأبيك، وكتب لك مستقبلك. لماذا تهرب؟ لماذا تخاف؟ لماذا تريد أن تنفلت من الواقع؟ لماذا تريد أن تخرج من الواقع؟ إما بانتحار أو بمخدرات أو بخروج في البحر وموت ومغامرة في البحر، ذهاب إلى واقع أمر منا، واقع لا فيه لا إيمان ولا دنيا. وأنا أعلم أقول هكذا شبابنا نرجع، هذه الحالة. من هذه الحالة قدروا بدون ختم هذا، من هذه الحالة بدون تكلموا، ما تكلموش من أحلام ومن وقائع لا وجود لها. أنا متعجب أحيانا لما نحبوا نتكلموا على الشباب وننطلقوا لهم من وين؟ ننطلقوا لهم من المثالية، ننطلقوا لهم من عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، ونقول لهم شوفوا هذوك واش كانوا، نقول لهم ما نقدرش نكون كيما هذوك، هذوك صحابة هذوك. تقول له انت يا شوف عمر بن الخطاب، شوف ابو بكر الصديق 37 سنة دخل في الاسلام ونصر دين الله تبارك وتعالى، شوف عثمان بن عفان 35، شوف مثلا عمر بن الخطاب 26 سنة دخل في الاسلام، شوف علي بن ابي طالب 10 سنين دخل في الاسلام، شوف واش عمل هذا، شوف واش عمل هذا، شوف واش عمل هذا، شوف واش عمل هذا. ما تقول انت يا يقول لك هو واش يقول لك هو، شوف الصحابة الله يبارك هذوك رجال ما شاء الله. بصح حنا الله غالب ما نقدروش نحكوا هذوك الناس، هذوك ربي باش تقراو في القران لا باس. اي السلام عليكم، نروحوا حنا للواقع تاعنا وشنو هو؟ وشنو هو الواقع تاعنا؟ ام غضبوني كفرت بربي، ام زعفني فلان ضربته، ضربته بموسى نهار. علاه؟ من جا الواقع هذا؟ من جا؟ جا الواقع هذا لان حنا انطلقنا لهم من المثاليه، تنطلق من المثاليه واش راح دير؟ راح تزيد الناس تباعدا عن الواقع الذي تريد ان تصل اليه. المثاليه هذيك هي هدفنا ماشي انطلاقتنا. انطلاقتنا انطلقوا من الواقع اللي ماشي مليح نكذبوا على روحتنا فيه. ان شبابنا اليوم راه يموت على غير لا اله الا الله. ان شبابنا اليوم راه يموت عاصي والديه. كم من انسان صليت عليه بنفسي والله 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 غير باباه ولا يماه يقولوا لي انا بريء منه وخصيمه يوم القيامه. شحال من انسان مات؟ شحال من انسان مات وهو والعياذ بالله سبب موته ماذا؟ الجرعه الزائده في المخدرات او الخمور او غير ذلك. شحال من شاب مات من اجل معاركه، معاركه من الذي يفعل الفاحشه بفلان؟ عركه بيناتهم فقط في مكان قد اختلوا بامراه. هذا العركه هذه ما تعالج لها، علاج الامراه، على الامراه فازت، نسال الله السلامه والعافيه. شحال من شاب مات وهو من اجل ماذا؟ مخدر، مات وهو مخدر. شحال من انسان قتل، شحال من انسان قتلوه، وهكذا جل النهايات. ما تدخلش حومة من الحومات إلا وتسمع هذه هي، هذه هي أملنا يا أيها الشباب، هذه هي الأمل، هذا هو الهدف اللي كنت حاب توصل له، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. ما كانش يديكلاري به بكرو. هذاك الإنسان اللي بدا بالتقطاع، والإنسان اللي بدا بحب كاشي، والإنسان اللي هو اللي خير الشباب تاعو. شفت نهار صوتيت مور السور وحبيت تهرب من المدرسة، وكان الأب تاعك يقول لك لا لا ريح تقرا، ريح ريح تقرا، وأنت بديت تهرب. شفت نهار بديت تكذب على والديك، قلت لهم قريت وانت ما قريتش. نهار كذبت على والديك وقالوا لك منين جبت الدراهم هذوك؟ كم عطاهم لي فلان؟ ولا رحت خدمت وجبتهم وانت سرقتهم من والديك او سرقتهم من عند غيرك؟ شفت نهار التفلت والتسلل في اواخر الليل، شفت نهار كنت تسهر بتخبيه؟ هذيك هي البدايه نتاع هذا الواقع اللي راك فيه الان. هذيك هي البدايه. بدايتك كانت مظلمه، نهايتك ولات مظلمه. بدايه ما كانتش صريحه. يعني لو كنت دير في حاجه مليحه وعندك هدف مليح، علاش تخبي؟ علاش راك تخبي على والديك باللي ما كنتش هنا وكنت هنا؟ علاش راك تكذب كل يوم؟ ما
مش بتاعي بتاع فلان، والله اقسم بالله كلها هذه الشباب كانوا يعرفوها على بال بالطريق هذه، طريق تاعهم هذه، تعرف هذه، هذه نتيجه ماذا؟ نتيجه الهدف اللي راك راسمه بتاعي، راك حاب فقط تدخل في ماذا؟ في موجه راهي موجوده هذا مكان، هذا هو الهدف تاعك. عيب علينا اننا يولي عندنا شباب اللي هما ركيزه الامه ان تولي اهدافهم هذه، مستحيل. تعرف العلماء ماذا يقولون؟ من اراد ان ينظر الى مستقبل امه فلينظر الى شبابها اليوم. شبابنا اليوم هم مستقبلنا غدا، هم سيكونون الحاكم والمحكوم غدا ان شاء الله. شبابنا تاع اليوم هذاك اللي في عمره 20 و25 عندما نكون احنا غير موجودين هنا، غير عندما نذهب نحن، سيكون الجيل الذي بعدنا جيل الان هو موجود بين ايدينا، وكان ما نسجموش نعود ما درنا والو الجيل راه موجود، وكان ما نخرجوش منهم اناسا اتصفوا بالحكمه والعقل، وكان ما نصلحوش منهم ما استطعنا، معناتها رانا خلنا الجيل راه موجود. هذا هو الشاب بتاعنا. ولذلك شوفوا اخواني الكرام، يقول العلماء، يقول العلماء ان الشاب، الشاب عنده تحديدان، تحديد، وشنو التحديد؟ تحديد المستقبل تاعه، تحديد المستقبل الدنيوي والاخروي. تحديدك انت الشاب، تحديد الانسان كله، تحديد الانسان كله هو مرحله شبابه. مرحله الشباب هي التي تتفتق فيها الامال وتتفتق فيها الاماني والاهداف. وفرق بين الامل والامنيه والهدف. الهدف هو النهايه اللي حاب توصل لها انت، وغالبا الهدف هذا لازم يكون يرسمه لك من؟ لخلقك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهو اللي يحدد لك المسار تاعه، قل امنت بالله ثم استقم. وهو الذي يرسم لك الشعار تاعه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني عبادتك داخل المسجد، وخدمتك برا في السوق، وخدمتك في الوظيفه، وجلوسك في المكتب او في الجامعه او في الثانويه، أو نومتك أو سفرك أو مزاحك أو فسحتك مع أصحابك أو ضحكتك وجلوسك في المقهى والقصة مع خاوتك والقصة وتضحك، كله يكون لله، مكش حاجة غير لله. هذا هو، هذا هو المسار والشعار والهدف الذي يرسمه لك الله، شابا كنت أم أقل من ذلك أم أكثر. هذا هو الحياة. منذ أن أخرجك الله من بطنك التصقت مع قول الله خلقته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يوجد فترة، ما عندناش فترة واسمها أزهام بعد كي الموت كاينة، ما كاش هذا، ما كاش أزهام بعد كي تكبر كاين، ما كاش، كاين ملي خلقك الله وأنت عبد لله حتى تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنا من هنا أوجه كلمة للناس الكبار، أن بعض الناس الكبار لازم يستحوا على روحهم. لا ترث أنت الفساد وتورثه لغيرك. انت يا عندك غلطه تربي عليها او سامحها، وممكن ماكش فاهمها وماكش قصدها، معليش، وراك تورثها لناس اخرين وشبابنا، تقول له ازهى زهو مازالكم صغار. هذه كلمه ما تقولهاش الكلمه. تعرف الزهو والسعاده وين يا اخي الكريم؟ ويا ايها الوالد الكريم الذي تنصح الناس، السعاده والحياه الطيبه اذا كان شبابنا يحبوا يتمتعوا ويضحكوا مليح هي في طاعه ربنا عز وجل. ماناش نقول لهم كونوا ساجدين وبقوا تبكيوا، ماناش نقول لهم فتحوا المصاحف وما تغلقوهاش، ماناش نقول لهم ما تحوسوش وما تلعبوش وما تديروش، مارس الرياضه وتمتع وحقق اهدافا في الحياه الدنيا وارسم للنجاح طريقا، وماذا بنا تتعدد لك الامال في الحياه، وماذا بنا تكون طموحا اكثر مما انت عليه، ومعليش تخرج تزهى مع اصحابك وتحوس في غابات وبحار واشجار وجبال، وروح حوس كما حبيت، وهذا احنا نطلبوه منك أنك تفعله، ولكن لا يكون ذلك إلا لله. وش يمنع أنك أنت تضحك لله؟ وش يمنع أنك تمزح مع الناس لله؟ وش يمنع أنك تلعب ودير رياضة وأنت لله؟ وهذا هل يمنع؟ هذا لا يمنع. لماذا نقول لهم ازهاوا؟ ازهى وكي تكبر سهلة. وين تعرف أنت الحياة؟ مين جبت هذه الكلمة؟ هذا الزهو هذا الذي تقصده أنت أنك ما تصليش دركا، ومعليش ما تديرش الحجاب اللي صغيرة، ازهي بحياتك، تمتعي بحياتك. بماذا نتمتع؟ بالحرام؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى فلنحيينه حياه صالحه طيبه، حياه طيبه. شوف الان هذه الحياه الطيبه لازم تكون في طاعه الله، هذا هو الحق الذي يجب ان يكون في شبابنا. شوف مرحله الشباب
مرحلة الأماني، مرحلة تكون مسار الإنسان، هي التي ترسم مسار الإنسان. مرحلة الشباب هي التي تتجسد وتستقر فيها النفسيات. هذاك الإنسان يكتب فيهم الآن كبر في السن ومازال الآن معقد، هذاك تعقد في شبابه. هذاك الإنسان اللي راه كبر في السن ومازاله خواف ومازاله جبان، هذاك في الشباب تكون الجبن وتكون الخوف. هذاك الإنسان اللي تشوفه شجاع وقوي وعنده حرص على الأمة كالإسلام، هذاك شبابه هو الذي كونه. في الشباب تكون كل شيء، في الشباب ذبح الإنسان وفي الشباب أحيي الإنسان. في الشباب هنا تتكون الحال، هذا هو الأمل في الشباب، هذا هو الأمل. ولذلك الآن هذه الآمال الموجودة في الشباب، في شبابنا، أحاطت بها كثير من الآلام، أوجعتهم فتركوا وسلموا الآمال وهربوا إلى واقع في المواقع برك. وأما الواقع الحقيقي، الشباب الآن لا يريد أن يحملها من حمى. الشباب اليوم لا يريد أن يكون خادما لأمة الإسلام. وراه الشباب قليل من يفكر يقول أنا ماذا بي الآن نحكم مسيرة تاع إصلاح النفس باش نصلح الأمة. أنا نتمنى أن أكون مثل فلان فلان فلان، اللي راهم يسمعونهم الشباب ويهتدوا بهم الشباب. أنا نتمنى أن أكون قدوة للشباب. أنا نتمنى أن يكسر هذا الفشل الموجود في الشباب. أنا نتمنى أن أكون أنا بادرة خير للشباب حتى يقول الشباب ها كاين ناس يقدروا يصلحوا في هذا الزمن. أنا نحب نكون مثال للشباب، أن أقول لشاب اللي كاين مصباح يضيء في هذا الظلام الذي نعيشه. لماذا لا يفكر الشاب بهذه الطريقة؟ لماذا نجد كثيرا من الشباب يقول لك حنا ما عطاوناش ما مدوناش وحنايا 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 وحنا كارهين وحنا كذا، وين تروح كاره روحه كاره حومته كاره والديه كاره البلاد اللي يعيش فيها والقارة اللي يعيش فيها، وبعد ذلك سيكره الدنيا بأسرها. وهو كاره قدر الله ولكن لا يسميه فقط، أو كاره القدر تاع ربي ولكن لا يسميه. وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله أو أشير عليه في كلمة. أنا أتسارع الآن مع الزمن، يعني نتسارع نمشي باش نحب نوصل أكثر المعلومات في هذا الوقت الضيق. الآن شوفوا شبابنا يتحدد المسار تاعو وين في مرحلة الشباب. حياته في الدنيا يتحدد نهايته في الدنيا بحسب شبابه. وشاب نشأ في طاعة الله يخرج، الإنسان يشيب على ما شاب عليه. ولذلك الآن شوف الشاب، كلنا نتمنوا أن نبقوا شباب، كلنا. علاه؟ لأنه الشباب هذاك كل شيء يتكون الآن. أصحابك تاع الصح يتكونوا في الشباب، ومستقبلك راح يتكون وأنت شاب. زوجتك اللي راح ترسم لك مستقبلك وتعيش معها حياتك كاملة تديها وأنت شاب. وزيد على ذلك خدمتك اللي راح تحكم روحك فيها وغير ذلك، ومسارك المادي وأنت شاب. يعني كل حاجة ترسمها، وأصحابك ومكانتك في الحومة، بلي أنت إنسان تصلح ولا ما تصلحش، بلي أنت إنسان راح تنفع ولا ما تنفعش، بلي أنت إنسان تضر الناس يخافوا منك ولا ما يخافوش منك. إنسان صاحب أمانة نقدروا نستأمنوك على أولادنا على لسانا على حومتنا على ديورنا وأنت عايش معنا في الحومة، هذيك نرسمها لك في الشباب. إذا كنت في الشباب كثير الفساد والآفات، أنت تكبر 60 سنة نقول هذا غير ما بالك منه. صح روحي عمره 65 بس على بالك هذاك 20 سنة هو غير ديقة مرفوضة. هذاك رد بالك، ما تخليش وحده، ما تديرلوش، ما تفتحلوش بابه. مين جاتنا؟ تاريخه رسمه هو شاب. تاريخ تاعو رسمه هو شاب. إذا احنا الآن شبابنا يحدد مساره الدنيوي وين؟ في مرحلة الشباب، أنت الذي تحدد. أنت بآمالك وأهدافك وعقلك الراجح تحدد مسارا جيدا. الآن الآخرة بماذا تحدد؟ تعرف الآخرة يقدر الإنسان يعلم تحديدها ومآلها في مرحلة واحدة، عندما توجه له أربعة أسئلة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده في رواية الجسد بتاعه من مشابه، وكذلك عن ماله كما قلنا فيما أخذه وفيما أعطاه. شوف هذا الشباب، شباب ربي يجعله سؤال خاص. عمر الإنسان فيما أفناه، العمر تاعك كامل فيما أفنيته. وقول لنا بالذات في العمر تاعك مرحلة شباب وين بليتها. أنا نوقفكم على كلمة: وعن شبابه فيما أبلاه. أبوكش معناتها أبلاه، معناتها الثوب تاع الإنسان
اللباس نتاعو كي يلبسو نقول له احنا تبلي ويخلفنا عليك. واش معناتها تبلي؟ يعني يبلى بمعنى الاقليم، يعني يدير في بالك بلي الشباب نتاعك مرحله الشباب تقدام بلا مزيدك. لا يوجد احد على وجه الدنيا يستطيع ان يوقف مرحله الشباب، ولا يستطيع احد ان يبقى شابا ولو دفع كل ما يملك من الاموال، مستحيل. لا يوجد ملك من الملوك في الدنيا استطاع ان يبقي نفسه شابا. اولئك الممثلون، المطربون، النجوم الذين يقتدى بهم شبابنا اليوم وللاسف الشديد، عمليات تجريبيه، محاربه للتجاعيد التي كتبها الله على الشيخ الكبير، زرع شعر، تجديد الاسنان، ادويه غاليه، عمليات تجميليه، شد في الرقبه، اشياء كثيره من اجل ان تبقى صوره انه شاب. وفي يوم من الايام هذا الانسان بالذات يترك ويستسلم، بعدما يترك التمثيل ويترك الظهور حول في الشاشات يستسلم. بعد اسبوع اسبوعين لا عمليه تجميليه ولا زرع شعر ولا تجديد الاضراس ولا اي شيء ولا مكياج ولا اي حاجه، يراه الناس يقولون سبحان الله هذا هو فلان ابن فلان، تقول زاد ب 80 سنه. هو ما زاد، هو كان يزيد، ولكن المسكين كان يريد ان يبقى شابا. وحتى ان بعضهم ماذا يفعل؟ يتعمد، وهذه موجوده في نفسيه بعض الشيوخ الكبار، ومانيش نقول حرامه، انا نقول لك باللي هذه يسموها اعمال تدل على حركه نفسيه موجوده في ذات الانسان. وش يديروا احيانا شاب 70 75 سنه 80 سنه حتى يحب يبين روحه انه مازال شاب، وش يدير؟ يلبس بدله رياضيه ويلبس ترينينغ من تحتها ويحب يبين بلي انا مازلت شاب. انا ماشي انا انسان نلبس لك الشابيه ولا نلبس لك الكدوره باش تشوفني 85 سنه ولا تشوفني 90 سنه، انا لازم نبين بلي مازلت شاب. هو معليش مش مشكله هذه، انا مش نقول لك هذه حرام ولا لا، معليش هذا موجود في الانسان مكان مكان، هذه تدل على حاله نفسيه موجوده فينا، باننا حنايا الان احيانا نريد ان نمدد مرحلة الشباب، نريد أن نمددها، ولكن يجي نهار تستسلم وتقول أنا قد بلغ مني الكبر ما بلغ. كثير من الناس هكذا. أنا أعرف إنسان الآن راهو في سن متقدمة جدا، شيخ كبير جدا، والله كان نعرفه معرفة جيدة، دائما يصبغ لحيته وشعره بالسواد ويلبس الألبسة الأنيقة ويأكل الطعام يعني الذي ينظم له حياته على طريقة شبابية كما يقول، ومدة والناس لا يعطونه سنة، دائما ينقصوا 30 40 سنة، دائما يقولوا الناس يقولوا شحال تعطيني في عمري؟ واحد يقول له 35، وأنا أقول له يا حسن أنا في 70 راجل. فالآن الناس دائما يظنوا شاب. في يوم من الأيام قال لي شوف، قال لي أنا في يوم من الأيام ما درتش الصبغة وصبغتش بالسواد ورحت شفت روحي في المرايه، قال لي نسيت، قال لي انا اصطدمت، هو اصطدم بنفسه، قال لي قلت كبرت سبحان الله، قلت له 80 سنه ما كبرتش، 80 سنه خلاص يعني كبرت نسال الله يبارك لنا ولكم في الاعمار، قلت له الان شوف كم مازال، يقول مازال يدير في المشاريع، مازال يمشي في اشياء، مازال يحلم باشياء تاع الشباب، علاه؟ لانه كان يمني نفسه انه مازال شاب. قال لي من نهار اكتشفت، قال لي قلت الان خلي نفسي كما انا باش نبدل الاهداف، الاهداف يتبدلوا لما الانسان يعترف بحقيقه حياته. لذلك ربي ما جملنا، ربي ما حبش يجاملنا، ما حبش يقول لنا ما زالت البركه، ما حبش يقولها لنا ربي، ونسال الله يا ربي يبقى علينا وعليكم البركه. ولكن ربي علاه في المقام هذا ما تنفعش، اللي تنفع ضعف وشيبه، هذه اللي تنفع، لان ربي عز وجل في نهايه الحياه لم يجامل احدا، انك ميت وانهم ميتون، ما قالوش حتى يا ايها النبي، يا محمد، يا رسول الله، ما قالوا حتى كلمه، انك ميت وانهم ميتون. علاه؟ لان يدخله في قانون البشريه جمعا التي تحمل الصالح والطالح، تحمل النبي والمدعو، تحمل جميع الناس، انك ميت وميت وانهم ميتون. قال الله تبارك كل نفس ذائقه الموت، ما جاملنا الله، علاه ما اعطاناش مجاملات؟ علاش ما رطبش معنا ربي في ذكر الموت؟ علاه ما قالناش بالعقل وما زادت البركه وكذا؟ علاه ما قالناش الكلام هذا؟ لأن المجاملة تقتضي هروب من الواقع، حتى أنت تبلعها، تبلعها الدراع عليك، تبلعها باللي راح تموت الدراع عليك تبلعها،
وكتب لها دراع عليك مليح تموت تولي تخدم الى ما بعد الموت، وهنا يبدا النجاح تاعك. هنا تبدا تنجح كي تولي تعتقد بانك ستموت. اما لما تقول عباك لو كان الانسان يقدر بموت ابعد الشر، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تموت. نسال الله يبارك لك في العمر، نسال الله يطيل لك في العمر، نسال الله يديم عليك الصحه والعافيه، ولكن ستموت. هكذا خذها بهذه الطريقه كما بلغها لك القران. روحوا اقراوا ربي كيتكلم عن الموت ويخبرنا بالحقيقه المره كيفاش يخبرها لنا ربي. كل نفس ذائقه الموت وانك ميت وانهم ميتون، ما كاينش مجاملات فيها، على حتى نعيش الواقع. هنا تبدا الشاب هذا اللي راهو في 20 سنه من تما يبدا يسقم في الواقع تاعو، من تما يبدا يواجه في الواقع، يقول انا ممكن نموت 21 سنه، ممكن ان نبني 20 سنه 21 سنه نموت. ولذلك شوف الشباب مرحله لا يستطيع ان يوقفها احد. قال الله تبارك وتعالى: كما خلقكم كما يحولكم، خلقكم ضعف قوه ضعف وشيبه، هو اللي يحولكم من ضعف الى قوه، من قوه الى ضعف وشيبه، هو اللي يحولك. هو ما خلقكش برك انت تحول روحك، هو يحولك. كنت صحيح تولي ضعيف، هو ربي سبحانه وتعالى يحولك. اذا التحويل هذا لو كنت تعايش معاه كل مرحله تعطي لها حقها تنجح، هنا النجاح هنا. اما انك انت شاب في عمرك 20 سنه وراك باني اهداف على 40 سنه تاع واحد مازال شاب، غلطت هنا. بعد 40 سنه لازم تبني الاهداف تاع واحد شيخ. دوكا كي يكون في عمر 20 سنه لازم نبني اهداف. شنو هي الاهداف؟ كي يكون 80 سنه و70 سنه واش نولي انا؟ فهمت كيف؟ هذا هو الاهداف، هذا هو الهدف الحقيقي، هذا هو الالم الحقيقي. ولذلك من هنا ينطلق الشاب وعن شبابه فيما ابلاه. فاش ولا قديم؟ فاش ولا قديم؟ نضرب لكم مثال باش تفهم مرحلة الشباب. لو كان كل واحد نجيبوا زوج من الناس نشرو لهم أحذية صبابط، نعطو لهم زوج صبابط جدد نفس الصبابط، ويروح إنسان صالح وإنسان طالح، كل واحد يدي صباط ويروح. بعد سنتين نجيبوا هذوك الحذائين ونقول له: يا أيها الحذاء، نسألوه كما يسأل يوم القيامة ونقول له: يا أيها الحذاء فيما أبلاك؟ فاش وليت قديم؟ فيما ابلاك صالحك؟ الانسان الصالح اللي كان لابسك، يقول لك ابلاني في طاعه الله. يقول لك: ياما انا هذاك اللي كان لابسني شحال تحطيت في رفوف المساجد، كي دخلت للمسجد واش تحطيت؟ واش تحطيت في رفوف المساجد؟ وانا هذاك الانسان اللي مشاني مشى بيا انايا شحال دست، شحال عفس بيا صاحبي على تراب الجنائز والمقابر، شحال مشى من جنازه، وشحال دخلت من المستشفى لاعود المرضى، وشحال مشيت في اطعام مسكين وفي مؤانسه غريب او محوج او غير ذلك من الاعمال الصالحه. هذا هو قدام الصباط، قدام ولا قديم، بصح مشى بزاف الله يسلمك. وهذاك الاخر اللي عطيناه لواحد فاسد، يقول لك انا كم دست على اماكن من الملاهي، وشحال مشيت الى اماكن فيها يعصى الله تبارك وتعالى، وشحال دخلت من الملهى، وشحال من مخبره، وشحال مشيت بهذا الحذاء بالذات، دخلت به السجن، وبهذا الحذاء بالذات كنت نطفي به الدخان، هذا الحذاء هو نفسه، هذا نفس الحذاء، ولكن اختلف من؟ اختلف لابسوه. هذاك الانسان الثاني، هذاك الطالح الفاسد، هذاك الشاب هذاك اللي كان مشى بزاف الاماكن، لو كان سالوا الحذاء تاعه كله تعرف الرفوف تاع التحذيه تاع المساجد؟ قلت ما نعرفها. ولا يوم ركبتها ولا جيت فيها. تعرف المقابر؟ ما مشيت لها المقابر، ما عفست على تربتها، ومشيت الى الاماكن الصالحه ما مشيت، لم امضي الى تلك الاماكن. الحذاء هذا ولا قديم، وهذاك ولا قديم، ولكن هذوك اصحابهم كي نجيبوهم نقولوا له الحذاء اعطيناه لك جديد، فاش ولا قديم؟ قلنا في طاعه الله. وانت الحذاء اعطيناه لك جديد، فاش ولا قديم؟ يقول لنا في معصيه الله. نفس الشيء وعن شبابه فيما أبلاه. أحسن تفسير بها، أحسن تفسير نقدر نقرب لك به، أن ربي عز وجل ألبسك لباس الشباب، كما ألبسك حذاءك وبردتك، كما ألبسك لباسك الأنيق، وألبسك وقال لك بلي هذا اللباس راح يولي قديم. وعن شبابه فيما أبلاه. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى كلمة استباقية على هذا الحديث. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام:
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب اسمع الكلمة نشأ في طاعة الله. شوف هذه النشوء مع الآخر في مأمنه، وكأن هذه البداية. أو النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك واحد الموت باس، واحد الكود هنا في الحديث هذا، أعطاك واحد العفسة كما يقولون لازم تفهمها باش تقدر تنجح. نشأ شفت الكلام اللي قلت لك أنا في البداية، قلت لك بلي مرحلة الشباب هي مرحلة البوتقة نتاع العمر نتاعك، راك تشغلك ترسم فيه، راك ترسم لنا في العمر نتاعك والمستقبل نتاعك. هي مرحلة ماذا؟ نشأة الحالة النفسية نتاعك. هي مرحلة ماذا؟ مرحلة تحديد المسار نتاعك والأهداف نتاعك. هذيك هي مرحلة. شو المرحلة هي التي تبني فيها أنت؟ مرحلة بناء. ما دامت مرحلة بناء أنت حتبني تبني. ابنيها في طاعة الله. هذيك واش قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك وشاب نشأ في طاعة الله. هنا وكان يريد أن يشير إلى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة طاعة الله مع كلمة شاب بينتهم معركة. كلمة شاب مع كلمة طاعة الله يوجد معركة، لأن كلمة شباب معناتها شهوة قوية، كلمة شباب معناتها يوجد جمال في الجسم، كلمة شباب معناتها الرجل راه يفتن، كلمة شباب معناتها راه كلهم يتمنونه، كلمة شباب معناتها راه مبتلى وراه ممكن جدا، راه مفتون بمحيط تاع شباب آخرين. كلمة شباب معناتها كل شيء 10 على 10، البصر واليد والقوة والجري وغير ذلك كله 10 على 10، تفكير 10 على 10، هذا هو الشباب. يعني معناتها يريد أن يفعل شيئا، كاين انفجار موجود في داخله. هذاك الشاب هذاك اللي كاين أمور كثيرة راهي تجبد فيه، روح تزهى، وقت الزهو، وقت اللعب، وقت إلا ما عرفتش وحدة دوكا وقتاش تعرفها، إلا ما درتش هذيك الحاجة دوكا وقتاش تديرها، إلا ما جربتش كلش دوكا وقتاش تجرب، إلا ما درتش الأسم في الحومة دوكا وقتاش تديرو. هذاك هو الشاب. هنا هذاك راح يتعارض لك مع من؟ مع الله أكبر، مع حي على الفلاح، ومع تقلة، ومع السجود، ومع حضور حلقة العلم. هذو كامل راح يتعارضوا مع شاب طاعة الله. كاين تعارض، لذلك كاين تحدي وكاين جزاء. الشاب تحدى نفسه وعاش في طاعة الله وهو شاب، يستهل أن يدي جائزة العظمى عند الله أن يكون تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. نهار يحوس الناس على الظل، الظل هذاك في أوتر يكون نحوسوا عليه نمشيو غير معاه. يوم القيامة تجي الشمس هذيك عند راسنا ونقولوا نحوسوا كامل على الظل، نسأل الله أن يظلنا تحت ظله. ثم يولي الإنسان الشاب يعرف قيمة التضحية اللي قدمها. إذا كان الأذان كملوا بعد الأذان إن شاء الله.
إذن إحنا الآن عندنا شبابنا هذا الذي يملك أقوى مرحلة. الآن ربي سبحانه وتعالى طلب منه ماذا؟ طلب منه أنه هذه القوة الموجودة الزايدة فيه، قوة الشهوة، قوة الآمال الكثيرة، ربما أحيانا الإنسان عنده شهوة المال قوية، شهوة النساء قوية، شهوة الظهور والرياسة قوية. شوف هذا الإنسان الشاب اللي حاب يدير أسد، شوف الشاب أحيانا يحب يروح يحرق 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 هو مدرهوة يحرق في البحر ومدى به أحيانا حتى لو كان يغرق ويسمعوا به الناس، معليش المهم يولي حكاية. هذه شهوة. كاين الناس مدى به يدخل التاريخ ولو كان ولو دخله من القمامة أعزكم الله. شفتوا هذاك الشاب الذي يحكى عنه أنه أراد أن يدخل التاريخ، ماذا فعل؟ راح بئر زمزم في الحج وأمام مرأة من الناس وقضى حاجته في بئر زمزم وبال في البئر. حكموه الناس، الحجاج كلهم يضربون والحرس يضربون، وزاد الدواء عند الخليفة والدواء عند الخليفة ويضرب يضرب يضرب فيه. لما تكلم معاه الخليفة وقالوا أسألك سؤال، لماذا فعلت هذا الفعل؟ قال حتى أدخل التاريخ. مش يدخل التاريخ، المهم يدير أسد وخلاص. هكذا شبابنا اليوم يقدر يطلع فوق العريش يعرش ويقطع روحه ويضحي بالجسم بتاعه، والمهم أنه مذكور، المهم يقول لك أنا موجود أراني هنا، المهم مذكور حتى ولو سبه الناس، المهم يضرب واحد ويبقى هارب، المهم ما يهدروا عليا، غرق في البحر، المهم ما يهدروا عليا. علاش هذيك الشهرة وهذيك الكلمة هذيك منين جات؟ جاتنا من شهوة حب الظهور. كاين شهوة تريد أن تنفجر في ذلك الشاب، فرحم الله شابا حارب تلك الشهوة وصعد في صمت، وصعد تقيا خفيا. نعم العبد التقي الخفي، يصلح ولا يسمع به أحد، يمشي في الطريق ويحقق نجاحات ولا يسمع به أحد، عمود للأمة ولا يسمع به أحد. هذا هو الشاب، هذه الأمر، هذا حارب شهوته التي هي شهوة الرئاسة وشهوة الظهور وشهوة التحكم وشهوة إظهار الاسم والوجود في زمن الشباب. هذاك الشاب الذي له فرط في الكلام والذكاء، الشاب اليوم يظن نفسه أحسن من غيره وأحكم من غيره. يجي شيخ كبير 70 و80 سنة مرت به الأيام وعنده حكمة وعنده عقل وغير ذلك، ويتكلم ربما يمد نصيحة للشاب يقول لك أنتم ما فات زمانكم روحي الله سعى، ما فات زمانه هو تاني كان عايش كما أنت. هو يعرف الشباب ويعرف مليح وعالم بالأمور، ولكن لما يكلمك على أساس المآلات أو يكلم فيك موش يقول لك أنا نحب نحلك شبابك، وإنما يقول لك حاب تمشي مليح في شبابك. ما تقولش أن الإنسان خلاص هذا كيفات زمانه راهو يتكلم في زمان الغير، لا، هذاك الإنسان كيفات زمانه ماهوش حاب تلعب لك كما تلعبك له، راهو حابك تمشي في الطريق المليحة، لأنه هو شاف الطريق بحقيقتها، هو الطريق شافها هكذا وهكذا شافها، لأنه مشاها، ولي مازال ما مشاهاش يشوفها غير هكذاك، ولذلك أنت تظن نفسك أذكى من غيرك، ولذلك لا تقبل نصيحة. هذه شهوة كذلك، وهي شهوة فرط الذكاء، يحس روح الإنسان يعرف خير من الناس بزاف، على بالك باللي أنت يا شاب وتحكم الهاتف هذا وعارف بلي كاين ديزابليكاسيون وكاين بزاف عفايس وكاين تطبيقات وحيل موجوده في الهاتف خير من انسان تاع 60 سنه و 70 سنه، وانت عارف روحك بانك لما تحكم السياقه تلعب بالسياره خير من واحد تاع 60 سنه و 70 سنه اللي ربما تلقاه السوق تصوني عليه وتقول له بعد انت يا راك تعطل فينا. انت تظن نفسك انت انشط وافضل من غيرك، وهذه الشهوه موجوده، وطوبى لشاب كان في هذه المرحله وسار بحكمه الشيوخ. طوبى لشاب جلسته وكلامه وادبه وسيرته في الطريق مثل الشيوخ الكبار. هذا هو شاب نشا في طاعه الله. شاب لما يكون عنده كثير من شهوه من شهوات المرح واللهو واللعب، كلنا شباب كنا نلعبوا، كنا نمشوا للرياضه، كنا نحبوا، يعني نقول لك انا الان الشاب بعض الشباب يعني يحبوا الكره ويحبوا لما يكون عنده مقابله يريد ان يراها او ان يلعبها، هذيك المقابله سيسعد بها مثل الشابه البنت اللي راح عندها عرس راهي توجد له منذ اشهر وهي فرحانه بذلك العرس اللي راح تروح له. كاين اشياء يلعبها الانسان في الحياه، يلعب بها او يمرح بها او يزهو بها، وهي من الفرح واللعب وما عندها حتى قيمه، ولكنها تدخل السعاده على الانسان. الشاب الذكي هي مليحه وحلال،
الشاب بالذات عنده هذا الأمر كثير في حياته الشبابية، في مرحلة الشباب هذا شيء كثير حتى يولي هدف في الحياة. كاين شباب الهدف نتاعو الأسمى في حياته هو اللهو واللعب، كاين شباب حياته كاملة غير شحال داروا باش يلعبوا، مازال هذه هي هدف، يعني تحول اللاعب إلى دين عنده، تحول اللاعب إلى دين، دين يولي دين عنده. هنايا زلت الأقدام. أما اللاعب يبقى لاعب مش مشكلة، لاعب يبقى لاعب واللهو يبقى لهو، نلعب أنا وأنت نمرح أنا وأنت ونزهى ونضحك مش مشكلة. بصح كي يولي اللاعب عبادة أخفق الإنسان، كي يولي الشاب يلعب ويؤدي يعني له أن ينال نصيبه من اللاعب وله ذلك ونحن نأمره بذلك، ما نقولوش غير حلال، نقولوا له دير هذا الشيء. لما يولي الشاب يلعب ويتحكم في اللعب عندما يقول المؤذن الله أكبر، ثم نقول له شاب نشا في طاعة الله ضحى. لما الشاب يتخذ قدوته يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لما يكون يوسف عليه السلام هو قدوته ويتحصن في فرجه ولا يلمس يد امرأة يحل له ولا ينظر إلى ما حرم الله عليه، ورح يطرق الباب باب المرأة التي يريدها فيطلبها في الحلال ويكون منها أسرة وهو شاب، هذاك الشاب الذي لا يعيش العلاقات المحرمة، هذاك الشاب هو شاب نشأ في طاعة الله، شاب سجد، شاب قرأ، شاب اطلع، شاب علم، شاب أعان، انخرط في جمعية خيرية، وجده الإمام عندما طلب تطوعا وحملة تطوعية القى الشباب أمامه، وجد هذاك الشاب موجود، هذا شاب نشأ في طاعة الله، شاب كان يصلح بين اثنين، يعقل باباه ويعقل خوه. أحيانا شباب والله شباب يعقل في باباه طايش ويعلق في ويعقل في باباه طايش ويعقل في خوه الصغير طايش، شاب هذا الشاب نشأ في طاعة الله. بالخلاصة أن هذاك الشاب استطاع أن يضبط الشهوات، قنوات الشهوات الموجودة في الشباب والتي انفجارها يؤدي إلى ما لا يحمد عقله، استطاع الضبط، هذا هو شاب نشأ في طاعة الله. هذاك النشوء في طاعة الله تعرفوا من يجي يا إخواني الكرام؟ يجي من طموح وآمال وآمال مستقيمة. عندما يكون هدفك، عندما يكون هدف تاعك إرضاء الله، هدفك أن ترسم اسما كما كنت حاب ترسمه في الحومة، حاب ترسم اسم ولكن اسم الصالحين. يوم من الأيام يقولون الناس مات فلان ولكن لم تمت أعماله، مازال ما ماتتش ابتسامته الطيبة، مازال ما ماتتش أعماله الصالحة اللي خلاها. فلان أنشأ جمعية خيرية وكان يساعد في الأيتام وما زالت الأيتام والأرامل تدعو له. فلان بنى معانا المسجد هذا يعني ما ماتش. فلان تزوج وأنشأ لنا ذرية طيبة، مات شابا ولكنه لم يمت، واللي خلف ما مات، ما زال ولد صالح يدعو له. هذا الشاب اللي احفظ كلام الله عز وجل ومات ما مات لأن ذكره ما زال يمشي. هذا الشاب اللي ربما أصلح به الله عز وجل فلانا وفلانا وفلانا، وجيت تقول انا فلان هذا اللي مات انا صليت وصليت سبته، وهذاك فلان اللي مات يقول لك انا هو اللي مسكين صلح بيني وبين فلان، وهذاك اللي صلح بيني وبين زوجتي. شاب نشا في طاعه الله، هذا شباب، شاب امدني الله عز وجل من شبابه ومن حياته، هو انتهى شبابه ولكنه لم ينتهي، انتهت حياته ولكنها لم تنتهي، هذا هو الشاب. ولذلك من صنع التاريخ؟ من صنع التاريخ الذي تفتخر به امه الاسلام؟ شكون؟ شباب. عندما أبى شيوخ مكة، عندما عاند واستكبر الشيوخ في مكة، عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو لهب وأبو جهل، شيوخ عقلية شيوخ صناديد قريش يسموهم، عقلية شيوخ يفكرون أمثال الجبال الصماء التي تحيط به، هكذا شيوخ مكة. شيوخ مكة لما أبوا أن يسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ودبروا لمكيدة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر في سن 37 وعمر في سن 26 وعلي بن أبي طالب في سن 10 سنوات وعثمان بن عفان في 35 وبعض الشباب 20 و10 و12 و16 و18 و24 وعلى أبرز الصور رجل كانت بيته منطلق الإسلام، الأرقم بن أبي الأرقم، هي البيت التي كان الإسلام يتكون فيها، هي البيت التي إن صح أن نقول هناك الإسلام إما أن يكون أو لا يكون،
بيت بدأ الإسلام ينشأ فيها، مركز انطلاق الإسلام، نقطة بداية الإسلام، بيت واحدة هي بيت الأرقم بن أبي الأرقم. كي نسمعوا الكلام هذا، أنا واحد من الناس سنوات وأنا أظن أن الأرقم بن أبي الأرقم هذا عنده دار شيخ كبير ودخل الناس وخبى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت الرسالة تنطلق من هناك. 17 سنة الأرقم بن أبي الأرقم، 17 سنة. وينك وين شبابك يا الأرقم؟ وين العلاقات مع النساء يا الأرقم؟ وين الزهو اللاعب يا الأرقم؟ وينك أنت الآن وأنت بقوة العضلات المفتولة وجمال الصورة وما زلت أنت شابا وسيما وتلبس من الألبسة الجميلة التي تتمتع بها وتظهر بها نفسك أمام الناس والمجالس التي فيها لهو ولعب وغير ذلك؟ وين هالمجالس؟ الأرقم بن أبي الأرقم، الأرقم بن أبي الأرقم كان أمله وأمنيته إلى ما بعد الشباب وليس للشباب. لما يكون أملك يقف عند 30 و40 هنا المصيبة. الأمل لازم يكون بعيد، الألم لازم يكون هو وقوف بين يدي الله عز وجل. شوف أقول لك بخلاصة للصغير والكبير، إذا ما كانش عندك هدف، هذاك الهدف يكون محدد بالزمن الذي يتحقق فيه. إحنا عبك عندنا زمن يتحقق فيه الهدف، تقول أنا مثلا أريد أن أصبح طبيبا وانت في عمرك 12 سنة، متى تصبح طبيبا؟ متى؟ 26 سنة. هذيك 26 سنة أو 25 سنة أو ما يقاربها، هذيك السن هذيك تاع التخرج، سن التخرج هي عبارة عن سن يتحقق، يعني الوقت الذي يتحقق فيه الهدف. أنت تريد، ما هو هدفك؟ قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، الفلاح. تعرف شنو هو الفلاح؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شو الفوز هذا؟ هو الهدف تاعك في حياتك. وقتاش يتحقق هذا؟ كي تكون 20 سنة الآن، وقتاش؟ 60. يتحقق عندما تقف بين يدي رب العالمين، عندما يكون يوم القيامة. اللي ما عندوش هدف مؤقت بيوم القيامة، الهدف اسمحوا لي على الكلمة هذه حيواني، لأن الهدف الحيواني يكون في الحياة. حيواني معناتها حياتي، في الحياة، في الحياة، مش بهيمي، في الحياة. الهدف لا يعني لا يجرؤ أن يصعد فوق الحيوانية، هدف حيواني. هدفك تشتري سيارة حيواني، يعني مربوط بالحياة بركذا مكان. وش هدف تتزوج ديال الأولاد حيواني، بنيت الدار درت الدار الأولى الثانية حيواني، فتحت حوانت حيواني. مش انت حيوان، باك تثبت تفهمني فيك. حيواني بمعنى في اللغة العربية حياتي، متعلق بالحياة، دنيوي برك هذا مكان. واش درت؟ مزرعة، درت دراهم، فتحت رصيد في البنك 100 دراهم. واش درت؟ بنيت عمارة. واش درت؟ كله حيواني. أن يكون تحقيق هدف وخدمت مشروع باش يوم القيامة يقول لك أنت عبدي تعال من هنا، أرواح منا، أنت أظلك تحت ظل عرشي، وأنت بالذات يا عبدي أدخل الجنة بغير حساب. فلان عبدي لا تمس عيناه النار ولا عينيه نار، ولا يدخل في جوفه نار، ولا يلمس جسده نار. فلان حرمت عليه النار، جيبوه منا وادخلوه الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الإنسان الذي يمر على الصراط كمر البرق فقد فاز. الإنسان الذي يمر على الصراط ولا تنهش منه النار فقد فاز، ولو نهشت منه النار فقد فاز. الإنسان الذي يدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. إذا كان عندك أماني وآمال وأهداف تحت هذا الهدف وما راكش تفكر في هذا الهدف، أنا أنصحك على وجه الاستعجال، يعني حاجة إرجونس استعجال، أنك تروح تعاود تفكر، لأنك على خطر عظيم. كل حياتنا هذه الفساد اللي نديرو فيه، كل المسيرة العوجاء اللي رانا نمشو فيها، إضاعة الأوقات على الأرصفة وفي المقاهي، إضاعة الأوقات في الكلام على الناس بقيل وقال، إضاعة الأوقات بذكر عيوب الناس، إضاعة الأوقات بالإطاحة بالناس من أجل أن نركب على جماجمهم، هذه كلها تدل على أننا ما عندنا أهداف. والله ولو كانت في شعار الدين والدفاع عن الدين. أنا لما نولي نحب نطيحك أنت باش نطلع أنا، لما نولي نحب نطيحك باش نطلع أنا، أقسم بالله ما يحب ربي سبحانه وتعالى ولا نوي ربي سبحانه وتعالى. لأني نيتي حتى ولو كنت خطيبا ولو كنت مؤلفا ولو كنت عالما، نيتي أني أظهر أنا في الدنيا
باش ما تظهرش انت هذا مكان. هذه هو الحال. ولو كان شعاره الإسلام، الهدف يفسد، تفسد مسيرة صاحبه إذا لم يكن لله. إذا ما كانش انت ما عندكش القيامة في عينيك وفي ذهنك وفي قلبك، ما راكش راسم الأهداف تاعك مع ربي سبحانه وتعالى، غير يحكم. ولذلك الله عز وجل قال تحت ظل عرشه شاب نشأ في طاعة الله. حب يقول للشاب هذاك الهدف تاعك ما رجع عندي، الهدف تاعك ليس في سيارة. ولكم على لأن السيارة والزوجة والأولاد والأموال والأراضي والعقارات وكل ما تريده أنت في الدنيا شيء كتبه الله عليك في بطن أمك، مش أهدافك هذيك تتلقى بها. ولو تغمض عينك تعنيهم عينك تعنيهم وتمشي تتخبط في وجهك، الرزق هذا يجيك يتحط من يدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتته الدنيا راغمة بين يديه. جي وحدها مش ما تسعاش، اسعى. هذا اللي يسعاش الدنيا، الرجل تسعى واليد تسعى واخدم ودبر وفكر دير مشاريع ما يعاونك. القلب خليها ربي بالك، القلب ما تعطيش الدنيا. لو كنت تمد الدنيا تفسد من داخلك ومن خارجك، تفسد تولي انسان تسير وراءها وانت ليس بانسان اصلا. ينزلك ربي عن مرتبه الانسانيه. الشاب فسد الان اليوم، لماذا؟ لاننا فسدنا له الاهداف، جعلنا له الهدف نتاعو وين؟ في الشباك داخل الملاعب برك، هذا مكان، هذا هو الهدف الحقيقي الوحيد. يعني ترى الشاب يصرخ باعلى صوته في اعلى شيء يتمناه ان يفوز له فريق برك، هذا مكان. هذه لعبة فقط، لعبة على بالك، هذه مجرد لعبة، خليها لعبة، ما ديرهاش هدفا في حياتك. خلاص فرح، فزت أنت، فاز غيرك، معليش، فرح دنيوي. تعرف الفوز الحقيقي وين؟ الفوز الحقيقي لما تكون أنت أثبتت لنا وجودك وقلت لنا ها أنا ذا، أنا هنا موجود، موجود بصلاحي، موجود بقوتي، موجود بتضحيتي، هكذا. لما تكون همتك، همتك وحدها الهمة فقط هي عبارة عن حراسة للأمة، الهمة. شوف اليوم احنا واحد الملف لو كان فتحوه ما نحبسوش، ولكن انا نعملكم عليه إطلالة. اليوم شفنا واحد التوحيد عملي أعطوه لنا شباب غزة. والله لما يشوفوا شباب يعيش من أجل مداواة الآخرين، إنقاذ الآخرين، شاب يعيش، نسأل الله عز وجل أن يفك عنهم الهم وأن يحقن عنهم الدماء وأن ينصرهم على أعدائهم. هذوك الشباب هذوك ورونا توحيد عملي، ورونا توحيد مش في الكتب، في العمل. شفنا شاب عندما يترك زخرف الدنيا ويعيش، لمن يعيش؟ باش ينقذ ناس من تحت الانقاذ، يلحق قطرة ماء لانسان عطشان تحت الانقاذ. شاب يفعل هذا. لما شوفوا شاب يسوق بالحمار والعربة ويحمل معه ثلاثة ولا أربعة مرضى يسعفهم لأن سيارة الإسعاف قد توقفت. وشبابنا اليوم أمله في أشياء تافهة لا أريد أن أعرج عنها. لذلك الآن لابد للشباب تاعنا أن يفكر في مثل هذا الزمن. شوفوا نعطيكم شيء يعتبر من كما يقولوا احنا من الحقب التي يجب عليه التنبيه عليها باش نختموا إن شاء الله. يذكر المؤرخون مما يكاد يتفقون عليه في تاريخ سقوط الأندلس أن هذه الملكة إليزابيث اللي هما الكفار عموما أرادوا أن يطيحوا بدولة الأندلس اللي بلغت ما بلغت من الحضارة الإسلامية العجيبة في إسبانيا، وما زالت الحضارة الإسلامية تحكي نفسها في الأندلس اليوم. ما زالت في إسبانيا اللي يروح يشوف باللي كاين حضارة إسلامية وكاين أمة مسلمة عندما أردت أن تحقق الإسلام وتستعمله في الحضارة حققت لنا صورة عظيمة جدا. هذا بعثوا جاسوسا يريد أن يستطلع التفكير البيئي للإسلام، يعني كيف كان يفكر الناس في بيئة الإسلام. امشى هذا الشاب أو هذا الجاسوس فوجد شابا تحت شجرة يبكي، وهذا الشاب مسلم من شباب الأندلس يبكي. يعني شوف الشاب هذا هو مستقبل الأندلس، هذا الشاب هو مستقبل الأندلس. كيما أنت اليوم الشاب أنت مستقبل الأمة، أنت مستقبلها، واش راك دير دركا أنت هو المستقبل تاعها. وجده يبكي، قال له لما تبكي؟ الشاب هذا واش قال له؟ قال له رميت بالسهم تاعي
رميت عصفورين مع بعض فأصبت أحدهما ولم أصب الآخر. قالوا بصح أصبت واحد، راك حققت هدف، المهم راك أصبت، كاين اللي لا يصيب شيئا. قالوا لا، قالوا أنا عندما لو دخل علينا الإفرنج كي يهجم علينا المستعمر، شوف التفكير وراه، لو كان يهجم علينا العدو الكافر، قالوا ويحطوني أنا عساس في ثغر من ثغور الإسلام، وأرى جنديين من الكفار، نشوف زوج من الصهاينة ولا من الكفار، لو كان نضرب ونراطي واحد، يعني نقيس واحد ونخلي واحد، الثاني الذي لم أقتله سيأتي ويقتلني، وبعد ذلك نولي أنايا من جهتي يدخل الكفار على المسلمين، نولي أنا هو مفتاح الشر تاع المسلمين. قال وأنا لا أرضى بهذا. خليني ندخل كلمة من تعليقي أنا، هؤلاء تفكيرهم بمآلتهم، يفكروا بالمآلات، يفكروا واش كاين قدام، ما يفكرش واش درك الآن. ماشي معليش كاش مشكل، لا لا ماشي معليش، تعلم تجيب مليح، أنا نحبك تتفوق، ماشي معليش المهم نردو بليش، ما تحقكش تجيب عشرة، نحبك أنت الأول، نحبك الفوق، أيكم أحسن عملا يهدي للتي هي أقوى من فوق، نحبك هكذا نبدي أريدك وإلا لا تكون، هكذا نحبك أنا تكون. معليش المهم جبتها، معليش المهم جاوبت، معليش المهم المشاركة، لكن قولوا هل الإنسان يكون حينفعها دير حبيله هنا حيموت، قولوا لا معليش المهم تشاركت ما شاء الله، ومازال العام الجاي مازالك العام الجاي إن شاء الله تعود الباك، ومازال إن شاء الله مازال قدام زيد تختم القرآن، معليش صحابك ختموا مازال، معليش أنت يا معليش إن شاء الله بالك ربي أرد بك تختم بالعقل باش تكون متدبر. هذا كي يشوف واحد يدير حبيله هنا، واحد راه ينشأ راه جاي قدام، صحابك أنت الأول، صحابك أنت القدام، جيب 18 بكالوريا، جيب 19 بكالوريا، ما تجيبليش 10، شي المهم تجيبو، هكذا نبنيو ناس، باش من بعد هو لو كان عيان يجيب 12 معليش، معليش، رانا طلعناه من 10 ل 12، بصح كي تقول له معليش، من بعد يقول لك أنا ماذا بيا نضرب تحت معليش، وهكذا ولينا تحت معليش، رانا قاعد تحت معليش، المهم معليش ما يصليش، المهم ما يجيبليش البلا، معليش ما يصليش. المهم ما تجيبليش البلا، شفت هذيك تحت معليش، ما ذاك الشاب اللي راطى عصفور من عصفورين، حنا رانا تحت معليش دوكا هكا، المهم معليش عاقله ماشي دايره الحجاب بصح عاقله، ما دارت والو الحمد لله ما فقدتش، المهم ما دارتش الديقه الكبيره الحمد لله، الحمد لله البنت راهي لاباس، المهم معليش رانا تحت معليش لاننا نحوم حول الحمى مشينا للفساد. هذاك الشاب هذاك فكر في المآل، المآل البعيد، فكر بلي انا دوكر كان كنضرب جنديين مانيش متمرس مليح، مانيش انسان ماهر، اذا راني مانيش مليح، لازم نزيد نبكي باش نقلب نفسي، بدا يبكي، هذا هو بكاؤهم الدموع. هذاك الانسان جاسوس عاود ولا وجمع الكفار وقال لهم نقول لكم واحد الكلمه، بالك وتدخلوا عليهم الان، هذوك عندهم ناس همتهم عاليه، قال لهم هادو شبابهم وهؤلاء حكامهم. بعد مدة 20 سنة الشاب هذاك راح وكبر وجي آخر لقى شابا يبكي، شاب يبكي تحت نفس الشجرة وفي نفس البلدة ونفس البلد، قالوا يا أيها الشاب لماذا تبكي؟ قالوا كاين فتاة عرفتها، عندي فتاة عرفتها ولي معها موعد الآن هنا ولم تأتي، وقد بلغني أن أهلها رحلوا ولا أدري من رحلوا، راح يعني ذهبت عني حبيبتي، يبكي عن حبيبته. في هذاك الوقت وجد هذا الشاب على هذيك الحالة، نزيد لك أنا تعليق، هذاك الشاب كي كان يبكي على هذيك الحالة يعني يعيش الغرام ويبكي من أجل الغرام والعلاقات غير الشرعية، الآن هذاك الشاب هذاك الحكام نتاعو كانوا في الملاهي والسهرات، كانت تقام الحفلات ومواسم المهرجانات، وكانت تقام ماذا؟ كانت تستدعى المطربين والمطربات في الأندلس، كانت الكؤوس المطرعة والغيد الأماليد هي التي تتحكم في السهرات، الغيد الأماليد هي النساء الجميلات التي لها من البشرة ما يسر ملمسا ومنظرا، والكؤوس المطرعة من الخمور
هذه هي التي كانت تتحكم في سهرات المسلمين بعدما كان يتحكم فيها المال قيام الليل والبكاء لله تبارك وتعالى. لما رأى الشاب هذاك الجاسوس هذاك رأى هذاك المنظر عاود ولا قال لهم الآن الآن تقدروا تدخلوا سلامة، ودخلوا ودوا الأندلس وقتلوا المسلمين وأبادوهم وأنشأوا محاكم التفتيش. كي تفكر في الإسلام في قلبك يقطعك. ولات بعد ذلك مشروع صفر مسلم في الأندلس. وها الآن أندلس، شوفوها الأندلس وراها الآن، شفت النتيجة التي أبقاها الله بين أعيننا بعد القرون. هي منطلقها كان شابا يبكي، نجاحها شاب يبكي، وفسادها شاب يبكي. مش معناتها يبكي، مش الدموع، الهم نتاعو، يعني همك كامل هنا، هذا هو همك الاخر، هذا هو همك. شفت شاب انا وما زالت اللقطه في قلبي وحكيتها من قبل مره واحده. الان شاب 35 سنه تقريبا، وانا نستنى في مقهى او مطعم نستنى في انسان كان تجرى له عمليه جراحيه، مطعم امام المستشفى، احنا نستنى احنا في جامعه. ملا جوش زو الشباب في ساعة متأخرة من الليل، وحدة تاع الليل ولا مطعم فارغ، جاو طلبوا أكل وهما يستناو في الأكل زو الشباب، واحد في 35 سنة وشباب كبار يعني ناضجين، واحد فيهم يحمل هما عظيما عبر عليه بكل شيء، عبر عليه بعينيه وبيده وبكل شيء، ويدير هكذا ويدير هكذا ويدير هكذا يعني أنا شوف غير شفته جلس أمامنا طاولة متلاصقة ويجلس أمامنا. قلت هذا شوف هذا مصيبة، مات له واحد في المستشفى ولا واحد يدير له عملية، هذا بين هم كبير، هذا مصيبة، هذا صاير. أنا قاعد نهيئ في كلمة كيفاش ندخل، وقلت نعطيه القضاء والقدر كذا. صاحبه طلب السندويتشات ويستنى، بعد قال له خير إن شاء الله، قول لي واش كاين غير الخير هذا. قال له والله ماني مليح، نحكي لك قصة والله العظيم عشتها معاه في طاولة واحدة. قال له والله ماني مليح. قالوا بصح لا غير الخير واش كاين ده؟ قالوا انا يا فلان لاعب، انا ما نحبش نذكر الاسماء تاع الانجاز هذوك، لاعب كافر، لاعب مشهور، ولادي ولادك راهم يعلقوه في ظهرهم دركا. هذاك اللاعب قالوا انا يا ما كنتش نستنى باللي فلان يروح يسيني مع ليكيب الفلانيه وما يسينيش مع ليكيب الفلانيه. هذه هي اللي هي مالك الحكايه. حتى واش نقول؟ عباك والله الذي لا إله غيره، أقسم بالله غير تألمت أكثر من الألم تاع المريض اللي كنت نستنى فيه. تألمت ألم شديد جدا. أنك همتك أن يقول لك اللاعب يبقى لاعب. الهمة تاعك ما تخليش تتزعزع. الأمل العظيم في إرضاء الله ما تخليش. الصحابة حققوا ذلك. الصحابة قتيبة بن مسلم افتح آسيا، افتحها و17 سنة في عمره. هذوك الناس حققوا هذوك العمل تاعو، أمله أن يحقق حاجة كما هذه. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة علقوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني علقوا انتقدوه. النبي عليه الصلاة والسلام راح يموت في فراش الموت وانتقدوه، كيفاش درت أسامة بن زيد 17 سنة يسوق جيشا فيه أبو بكر وعمر، كيفاش القائد نتاعنا؟ الصحابة كاع عايشين ولي عمرهم أكثر من عمر هذا، أضعاف تاع عمره، تجيب لنا انت واحد في 17 سنه راح يقود جيش اكبر جيش في وقت النبي عليه الصلاه والسلام، راح يحارب الروم اللي هي اعظم امه، راح يحاربها بواحد تاع 17 سنه. الناس تتكلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام لقد بلغني ان اناسا تكلموا في 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 قيادتي او في توكيل اسامه بن زيد، قال انه والله لا اهل. علاش دارها النبي عليه الصلاه والسلام؟ رساله للامه بان قوتكم في هذا، لازم خلي الشباب تتحط في اماكن لتاعها، اللي لازم يبين المقام نتاع وراها. هنا الشباب تاعنا لازم يقحم نفسه في امور. انا شاب عايش حياتي كامل ضايع، روح جمعيه خيريه وعاون الناس، روح ندير قفه نحطها للناس، نروح لم ماشي قفه لازم ندير 1000 قفه، نروح وحدي انا وصحابي زوج ثلاثه اربعه. قال شوفوا يا شباب احنا اربعه شباب، يا كاين شباب واحد اخرين يكوتيزي ويروح يدور سهره في الحرام، احنا اليوم نجيبوا 50 50000 200000 نشروها قضيه ندوها العائله هذيك الفلانيه يتعشوا اليوم، نشبعوا اجواء جوع اليوم، نشبعوهم اليوم والله يباتوا في من اسعد خلق الله. هذا الشاب الذي يربي نفسه على طاعه الله، احنا شبابنا الذي يرسم مستقبلنا، هذا هو نفس الشجره ونفس البلده
ونفس الشاب ولكن البكاء تغير، الهمة تغيرت، فتغير مصير الأمة. نسأل الله أن يهدي شبابنا ونصلح أحوالهم وليوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، واستصلحكم على الإطالة هذه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.